هذه الأبيات موجهة للشعب اليمني الجبان الذي أختار مناصرة الزنو وتركني وأنا ملك يهتك شرفي داخل صنعاء ويزنو بزوجتي. وبسبب دفاعي عنها سنتين وأنا داخل السجون، وقلنا لهم هذا الأبيات: جعل عقبتني عليكم العافية، الله لا يخلف عن الله لا يعقبني عليكم إلا الفقر والجوع والقتل والدمار والمصائب. أنا أسأل الله وادعي إليه من المهرة لا صعده، من المهرة لا الحديدة، ومن صعده لا عدن. طابت نفسي منها، بروح بلادي مكة، بلاد الحرمين الشريفين، بلاد آبائي وأجدادي، وأنا من قريش ملك، أنا كذاب. قلنا: قد طابت النفس منك يا بلاد اليمن، لا عز شعبك ولا عزك جعل هانك، انت الملك والشرف، انت الملك والشرف، انت جعل صابك سلط عليك المصايب والبلاء والدبور، انت الملك والشرف، انت جعل هانك سلط عليك المصايب والبلاء والدبور، انت العرب والعروبة ربنا هانك، انت العرب والعروبة ربنا هانك، لا قام لك عزنا ساله وانا داعيه، لا قام لك عزنا ساله وانا داعيه. هذا لليمن واهل اليمن والقيادتهم السياسية، قيادة الأحزاب، الخونة، الجبنة، عمل الخارج ومن في الداخل، الذي متسترين على زنو ومناصرين له وأجدادهم الأوس والخزرج، أنصار محمد جدي عليه الصلاة والسلام، لكن قد ماتوا، ما عاد إلا حبوش ومجوس وفرس وخليط وهنود بنقال وصومال وحبوش مخلوطين، ما عاد حد عرب فيه، لا عاد حد عرب. كان قامت حميتهم على بناتهم دي، قشهم الزن وتزوجها وتعلاهن، ما عاد إلا لفاليف، وقنعت منها وقنعت من أهلها، وما لي باتجيني بعدي إلى بلاد الحرمين إن شاء الله بإذن الله. طابت نفسي منها، ولكن أبا أفضحهم قبل ما أروح منها، أنا وأهلي العبد الله علي جابر الطاهري الملك عبد الله الذي تحمل اسمه دولة اليمن، ومن تحل شخصيته زن وشبه المجوسي أحمد علي محسن الأحول، وأخواني يحيى الله يفك حبسه، دي مسجون في سجن مارب، وسالم وعبد الله وأحمد وصالح وأولادنا، ونرحل إحنا وعجوزنا، ما عدنا جلسة.